السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبابي الأطفال في لعبة مسلية جديدة. اللعبة عبارة عن صندوق من الكرتون، قمت برسم مهرج داخل الصندوق وعمل فتحة الأنف بهذا الشكل، ثم نقوم بتحريك الكرات. مثلا إذا حبينا نتخلص من الكرة الصفراء راح نحرك الصندوق إلى أن تنزل أو تسقط الكرة الصفراء، ثم الكرة الخضراء مثل ما تلاحظون، من يلعب معي الحمراء نزلت الكرات الحمر، سنسقط الكرة اللون أزرق. كم كرة لونها أزرق؟ لدينا كرتان، أسقطنا الكرة اللي لونها أزرق، بقيت الكرة الأخيرة. من يحب أن يلعب معي؟ سأحاول إسقاط الكرة ذات اللون البنفسجي، بقيت الكرة الصفراء، أسقطنا الكرة الصفراء. أتمنى أن تنال هذه اللعبة إعجابكم.